حابين دلوقتي نسمع منكم إيه، انتوا هتغنوا اغنيه في الفيلم ده اكيد صح؟ اه عاملين اغنيه، عايزين ننبسط وكده كده احنا جامدين، هنغني كده كده احنا جامدين عشان انا ماشي. انا كله يعني لو كله شد برضه احنا الاشد، وقد اي حد 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 كان قديم او مستجد، كده كده احنا جامدين، ده كده 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 احنا حلوين، ده كده كده ان شاء الله تعجبكم باذن الله. هنشوفكم في حاجه جايه في رمضان باذن الله، دعينا انت بس ان شاء الله. ان شاء الله تزورونا في رمضان طبعا، ربنا يكرمنا باذن الله. في البوم اغاني وان شاء الله يعني في مسلسل مش عايزين نحرقه، يعني انتظرونا في رمضان هتشوفونا فيه. في حاجات كتير ان شاء الله، انا ومحمد عاملين حاجات كتير باذن الله وربنا يكرمنا. ما ينفعش تقول لنا اسم اي عمل من الاعمال دي؟ بنسيون دلال. لسه بنسيون دلال ده يعني حاليا بنسيون دلال. هتكرروا تجربه السينما تاني؟ ان شاء الله. دلال انت ليه عاوزنا نختفي فجاه؟ احنا لسه ظاهرين، لسه داخلين. لا والله بالعكس. ان شاء الله بنقول بسم الله وربنا يكرمنا وبنعمل اللي علينا وربنا يقدرنا ان شاء الله وننجح.